شهداء الكرام، ننقل الآن لحضراتكم جانبا من فعاليات القمة الأولى للقادة المصريين لتحسين الأداء التي تنظم مؤسسة تروس مصر للتنمية وبرعاية وحضور وزراء الإسكان والتضامن والتخطيط والتنمية المحلية. مقابلات ودورات تعليمية وتدريبية ولقاءات كي نتمم من خلالها ما سينتهي إليه هذا المؤتمر من توصيات نتمنى أنها تكون بداية الطريق لعملية تنفيذ متكاملة وناجحة حتى تقوم هذه البرامج التنموية بتحديد أهدافها بشكل أوضح وتصل إلى مستحقيها بشكل مباشر، وينتهي الأمر بإقرار استدامة الأعمال داخل مصر والمساهمة في الارتقاء بكل ما هو جيد وقائم والمحافظة على ما هو موجود وموروث وتمهيد الطريق للأجيال القادمة نحو حياة أفضل. أشكركم مرة أخرى ونتمنى لكم مؤتمر ناجح. شكرا للسيد محمد الفولي. والآن سنعرض فيديو مدته دقيقة عن مؤتمر فينجربرينت. نتابع فعالية القمة الأولى للقادة المصريين لتحسين الأداء وذلك بحضور 4 وزراء. نتابع سياق هذه الجولة.